أنا إبراهيم فاضل محمد ذنون المشهداني من مدينة الموصل من محلة المشاهدة التي ولدت فيها، وكان ذلك عام 1943 ميلادية 1362 هجرية، وقد أرخت ميلادي فقلت جده أرخ محمد سمي إبراهيم فاضل، إذا تجمع هذه الحروف يكون 1362. ودخلت المدرسة الابتدائية، مدرسة الحدباء الابتدائية التي كانت قريبة منا مجاورة لبيت سيد توحي بارك الله فيهم. وبعد ذلك ذهبنا إلى الغربية، كانت متوسطة، وسنة التي أنهيت فيها الثالث أصبحت أعدادية، فقضيت فيها الرابع والخامس، وبعدها ذهبت إلى معهد إعداد المعلمين في سنتين، وتخرجت في 11/11/1965 ميلادية. وعينت مديراً في مدرسة كهريز على طريق الحضر مجاور قرية أصلبي على طريق بغداد، أكو كهريز هناك على طريق تلعفر. وبعدها ذهبت متبادلاً لقرابة لي هناك بن عمي عبد الرحمن صالح، فتبادلت ذهبت إلى قرية باشوك التي هي من قرى سنجار، فبدلت 57 كيلومتر بمئة وقصور كيلومتر للقرابة. وبعد ذلك لكوني أمارس الخط وأمارس الفنيات، تنسيبي جاء إلى مدرسة أم الربيعين في وادي حجر، وقضيت عندهم سنتين، وبعد ذلك انتقلت إلى مدرسة الحدباء الابتدائية التي هي مدرستي في الأصل، فقضيت بها 17 سنة وأحلت إلى التقاعد 1991 ميلادية، ولازلت أمارس تدريس القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. حسبك. Thank you.
تدريس القرآن بدأت من مسجد المشاهدة، كنا ندرس القرآن في مسجد المشاهدة، وبعد ذلك انتقلنا من المشاهدة إلى شارع فاروق، فكنت أدرس في مسجد الشيخ خالد في منطقة الفاروق، وأكثر طلابي كانوا هناك، منهم قراءات ومنهم رواية حفص عن عاصم. وبعد ذلك انتقلنا من الفاروق من الخاتونية إلى المشاهدة مرة أخرى، فبدأت في قضيب البان، ولكن ما اتفقت معهم، كان لا يرغبون بهذا الشيء، فانتقلت إلى جامع الحامدين، وجامع الحامدين به حلقة واسعة كانت للقرآن، ما شاء الله أكثر الطلاب كانوا يدرسون في جامع الحامدين، نحن نسميه المحموديين. وبعد ذلك انتقلنا إلى الرفاعي، وقمت أدرس القرآن في مسجد الحاج يحيى الطالب رحمة الله عليه، ولا زلت أدرس في الرفاعي، ولكن هناك ظروف حالت دون أن أستمر في المسجد، فجئت إلى البيت وجعلت هذه الغرفة غرفة للقرآن، فالذي من أهل المنطقة يأتي إلى الغرفة، والذي من البعيد يعني من داخل العراق أو من خارج العراق، يعني معقوبة، السليمانية، ديالى، هذولا بالتلفون. عندي من الصومال واحد، عندي ثلاثة من الكويت، عندي واحد من سوريا، وهكذا ما أمنع واحد يريد يطلب القرآن، حتى أن أحدهم كان يأتي بس للجمعة، قلت الجمعة وقت راحتي، قال ما بدي مجال للجمعة، فكنت أعطيه ساعة من الوقت كل أسبوع، وختم الحمد لله وتحسنت قراءته. نعم، ولا زلت الساعة أنا أدرس في البيت الحمد لله القرآن الكريم. في هذه الفترة أتتني الإمامة مبكرة، فالتفت على المصلين في يوم من الأيام وقلتم الله جل شأنه، فأحد المصلين عبد الرزاق إبراهيم الله يبارك فيه إن كان حيا والله يرحمه، إن كان ميتا يصير هو أخو فاروق إبراهيم وأخو إدريس إبراهيم، قال أبويا قبل ما أصير إمام روح اتعلم العلم وبعدين صير بينا إمام. فذهبت، الحقيقة أزعجني كثيرا، وذهبت إلى الملا عثمان رحمة الله عليه في النبشيت قبل أن يهدم، قبل ما يعمره، وكنت أقرأ، وكان معايا عبد المنعم فتحي، وبعد ذلك جاء علي الراوي الله يرحمه، شيخ يونس الله يرحمه، وبعد أن عمر المسجد هم كنا ندرس عند الشيخ ملا عثمان رحمة الله عليه، قرأنا الإجرمية وقرأنا قطر الندى، وكان معايا كذلك توفيق ابن سيد دحام الله يرحمه. بعد ذلك كنا في محلة المشاهدة نقرأ القرآن على الطريقة البغدادية، أليف باء تاء هكذا، أليف فتحة آ كسرة إي ضمة أو، وكنا كل كلمة نقرأها نتهجاها، بسم الله الرحمن الرحيم بكسرة بي سيم جزم بس بسميم كسرة مي بسمي أليف لام لام أليف شدة فتحة لا بسم الله كسرة، وهكذا كل كلام نقرأه نتهجاه. بعد ذلك كنت أقرأ عند الملا إسماعيل رحمة الله عليه، هو هندي وكان فصيحا في القرآن، ولكنه في اللغة العامية لا كان يحسن العربية. سمعت بالشيخ محمد صالح الجوادي رحمة الله عليه، فذهبت إليه وكنت أقرأ، والقراءة قليلة جدا، يعني يقول مثل ناقوط الحب، يعني كم سنة ظلينا على ما وصلت،
الجزء 13 في سورة يوسف. سمعت وأنا أقرأ عند الجوادي رحمة الله عليه الأخ يونس عطية رحمة الله عليه، أخو يسير أخو فيصل عطية، كان يقرأ على الجمع الصغير. الجمع الصغير هو نافع وابن كثير والبصري، يقرؤون الجمع الصغير إلى آخر سورة النساء. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فشدني شدا عظيما إلى هذه القراءة. فقلت له يا شيخ ماذا يقرأ؟ قال والله هو يجمع الجمع الصغير الثلاثة من السبعة، وبعد ذلك يقرأ السبعة كاملة. قلت يا شيخ إذا أقرأ مثل ما قال ابني، أنت بعد ما ختمت أنت بالجزء 13 حتى نص القرآن ما وصلت. وفي قلبي قلت له أنت وين شمس عصر يعني باشر تموت الله يرحمك. فما استجاب لي، فأخذت وساطات عنده حتى ألحفت عليه، فجعلني أقرأ مكرها، فتغير وجه الشيخ علي. كنت المدلل عنده وهذا، وكنت خادم عنده في البيت، يعني سوي هاي القنبة وسوي هذا الكرسي والمحجل، أروح أجيب الحداد حازم الله يرحمه. فتغير علي، فقال هاي البقرية روح اكتبها. وبعدين ولا قريت، قريت البصري والمكي ونافع، فجمعت الجمع الصغير إلى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهنا مات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وأردت أن أقرأ أكمل المسيرة، عندي همة، قلت لو كان الأستاذ في البصرة أنا أذهب إليه. فسألت وعيتني الحيل، جيت على الشيخ عبد الوهاب الفخري الله يرحمه، قال أنا مشغول بالمحكمة. جيت على عبد اللطيف الصوفي، قال أنا مشغول بالمدرسة. جيت على الشيخ عبد الله القصير رحمة الله عليه، يعني تكلم معايا كلام ما طيب، قال يلا اطلع اطلع. في يوم من الأيام توفى عندنا رجل من أقاربنا يصير عم عبد المنعم الظاهر، انتو سموه عبد الله الظاهر، سعيد الظاهر، توفى. ويخبرني عبد الوهاب الشماع الله يبارك فيه، قال لي يا إبراهيم، قلت له نعم شيخ، قال لي وجدت لك شيخان. منه؟ قال عبد الفتاح الجمار الله يرحمه. وقضينا العزل والعزاء، العفو، قضينا العزاء ويا الله. رحت على الشيخ عبد الفتاح الجمار، سلام عليكم السلام. قال انت إبراهيم؟ قلت له نعم شيخ. قال قرأت الشيخ الجوادي؟ قلت له نعم. ايش قرأت؟ كذا كذا كذا، صح. امتحني؟ قال انت تمام. قال يصير نرجع لي اول القرآن؟ هو ماكو صفحتين. قلت له نعم. فما تخلفت يوما واحدا عنه الا في يوم المرض، هو يقول لا تجون او كذا، دخل مستشفى رحمة الله عليه. وكان الطريق غير معبد، الشارع ماله وحل، فكان يخلينا قبقاب هذا الحذاء الخشبي باب الحوش. في بعض الأحيان تمطر يعني والمطر شديد. أنا عادة كان عندي دوام مسائي أو صباحي، إذا كان دوامي صباحي بالمدرسة أروح عليه العصر، والعكس بالعكس. يعني في اليوم ده تمطر مطر شديد، هو يضحك علينا من الشباك، قال والهم جيتوا؟ قلت له شيخ أرجع؟ قال لا ترجع، تعال الله يرحمه. وكان بالشتاء ما تبرد، الكريدور ماله شويه كبير، يخلينا نقرا بالكريدور حتى يدفى، ويجيب لنا الشاي ويجيب لنا الفواكه ويجيب الاشياء رحمه الله تعالى عليه. فقضينا الدراسه عنده ما يقارب 3 سنوات، وبعد ذلك قال تريد اجازه؟ ما قال يعني ما ذكرنا الاجازه ابدا. هسه اول ما يجي ما تعطيني اجازه له. فوالله الإجازة كانت في بيته، وكتبها بخطه، يعني كلمة الإجازة بخطه. وكان معايا 4، يونس الله يرحمه، وسمير الله يرحمه،
ووليد السع موجود. السع نحن من الأربعة اثنين، آني ووليد سالم مل ذنون. وانتشرت القراءة على أيدي هؤلاء الأربعة انتشارا يعني مباركا. فبعد ذلك ظل عندنا ثلاثة المتممة التي هي من طريق الدرة. فردنا نقرأها، ماكو أحد إلا الشيخ الطاروطي عبد المحسن الطاروطي في بغداد، فأردنا أن نقرأه. صار عندي ظروف منعتني من الذهاب إليه، وبعدين الله يسر ذهبت إلى الإمارات والتقيت مع الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، وقرأني في بيته. الله يبارك بي ويرحم والديه رحمة واسعة، يعني تعب معي كثيرا. وبعد ذلك الطيبة الشيخ محمد البغدادي أبو أحمد فخبرني، قال والله ظروفي تعسة في بغداد وقتلوا أخاه، ألوا تأويني؟ قلت له أأويك؟ فأويته في المسجد. فقال أريد أكرمك أعطيك، هو يعتبر من تلاميذي، هو أخذ القراءة أولا عن صلاح الحمداني، كان يقرأ عندي بس البصري يمكن، وقرأ البصري. قال انطيني بعد، قالوا ما عندي بس هذا، فراح فتش في مكان آخر وأخذ القراءات، وكان يعني مجد في قراءته، فأخذ القراءات العشرة الكبرى من شيخ محسن الطاروطي الله يرحمه ويتجاوز عنه. فقال أريد أكرمك، فكان بايت عندي هو بالمسجد، فهناك قرأنا يعني، فصار عندي الشاطبية والطيبة الدرة وأنا، وهو القرآن كله الساع مداره على هذه الكتب الشاطبية والدرة المضية والطيبة. لأن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه بهذه القصائد الثلاثة. والحمد لله ما تخلفنا عن التدريس منذ أن أخذنا الإجازة وقبل الإجازة. أنا بدأت بالتدريس من 1965، يعني من تخرجت معلم بدأت بالتدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سألتني عن الشعر. الشعر من الثالث متوسط كنت أنظم أبيات يعني ما مضبوطة، ولما هيأ الله لي اللقاء مع الشيخ ملا عثمان رحمة الله عليه، كنا ندرس عند شيخ ملا عثمان، وكان معايا توفيق بن سيد دحام رحمة الله عليه. فدخل جماعة إلى النبيشيت إلى مكان القبر، وقالوا أنه حدث ما حدث. فتوفيق قال لي تستطيع أن تصور هذه شعرا؟ قلت له نعم. فصورتها شعرا بأبيات ثمانية وعرضته على ملا عثمان رحمة الله عليه. قال أنا لا علم لي بالشعر وإنما باللغة، من ناحية اللغة صحيحة، وإذا أردت أن تعرضها على الشيخ رشيد الخطيب رحمة الله عليه فاذهب إليه، فبحجتها تستطيع أن تلتقي مع الشيخ رشيد الخطيب. فبعد أن قضينا الدرس ذهبت إلى الشيخ رشيد الخطيب رحمة الله عليه وذكرتها له، فقال نعم. حتى بعدما قرأتها كانت الأبيات ثمانية بس
فقدتها ما أحفظ منها إلا بيتين. نزلت تريد الشيخ تدعو جنبه، والشيخ يأنف من دعاء الأمرد. زعمت بأن رفيقها راع لها، لما تخلوا بان ما لم يحمد. فعمل هكذا الشيخ رشيد الخطيب وقال نزلت، قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. قال هذه لمن؟ قلت هذه لنابغة الذبياني. قال أحسن. قال ما تريد مني؟ قلت أريد أن تعلمني أوزان الشعر وبحور الشعر. قال أنت أتيتني وتسمع كلامي؟ قلت نعم. قال اذهب وادرس عند الشيخ ملا عثمان ولا تلتهي بالشعر، فالشعر اجعله فضلا، وأنت بس أقرأ واحفظ للشعراء الكبار وأنت تسير. ومن ذاك اليوم أنا أكتب في جميع البحور، وما أعرف أسماء هذا البحر أشنو أو هذا أشنو، ما أعرف، بس الوزن يأتي هذا. ومن جملة ما كتبت، كتبت هاي الدالية بالآداب الإسلامية، أي هداك أدب إسلامي من القرآن أو من السنة. فبدأتها من صلاة الفجر، وأسبغ وضوءا والسواك تشوصه بفيك، يريك الطيبة عند التردد، وكبر إذا قام الإمام مكبر، يعني لا تظن نايم وتسمع تقول الله أكبر. وتكلمت على الحاج، وتكلمت على الزكاة، وتكلمت على الجيران، وتكلمت على بر الوالدين، وتكلمت على اختيار الزوجة، وتحسنك الزوج التقية إن ترم عفافا، فذات الدين كن تارب اليد. ولهذا يقول تربت يداك إن لم تأخذ صاحبة الدين. فمن 1991 هذاك اليوم كنا في عمرة، أحد الإخوان سمعني أني عندي دالية، قال أين هي؟ قلت له هي في الأنترنت. فراسا أخذها وسحبها وأوصى صاحبه في الموصل من مكة، قال هذه نضدها حتى نطبعها، ووفى بكلامه وراح طبعها في تركيا، طبع 1000 نسخة منها، إن شاء الله أهديكم نسخة منها. الخط أحببت الخط حبا عظيما يعني. وبعد ذلك معهد المعلمين يعني نمى هذه القابلية الأستاذ يوسف ذنون رحمة الله عليه، فهو الذي أخذ بيدي وعلمني الكثير من الخط. كنت أخط على عشوائي يعني، بس بعدين هو هذا، بس برعت من كل الخطوط، أكتب بكل الخطوط، بس أنا بارع بالخط الكوفي. والخط الكوفي واسع واسع واسع، منه الخط الكوفي المربع. لاحظت أول حجاية في المدينة المنورة أعلى المحراب على جهة اليمين هذه اللوحة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأيتها مكتوبة خطأ، فكتبتها العام، كتبتها هذا الصحيحة، وبعثت لهم نسخة منها هذه على القواعد التامة، فبعثته بس ما استجابوا، يعني عندي أصدقاء هناك ما استجابوا. وكتبت كذلك آية الكرسي مكتوبة في المسجد الأقصى، هم على غير قواعد تامة، وكتبتها على القواعد التامة، هاي آية الكرسي. هاي الآية على قاعدة النصف، وهاي العقدة من أجمل العقد: وأن تعفو أقرب للتقوى. هذه اللوحة شافها علي حامد الراوي،
حامد الآمدي بتركيا رحمة الله وصحح لي فيها هذه كل من عليها فان. هذه بسملة. مجلة المقاري هاي كتبتوها أنا ونشروا لي ترجمة، وهاي من ضمن الترجمة. أي هاي قلت لك، هاي بالسبعينات كنا نعمل دورات مجانية يعني. هاي بالـ74 مدرسة الزهراء، هاي الباب الجديد. وهاي قلت لك هاي مال معهد مركز الأشغال اليدوية، أخذونا دورة 3 أشهر، بس أنا قبلها كنت نجارا. هذا كان أشتغل بنجارة أم الربيعين بالعطلة. وهذا معرض بسنجار للطلاب، وهذا تدريس كنا بالدورات، وهذا أستاذ يوسف يمي واقف. Thank you.